بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو كيفية كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة. لاحظ المجموعة الأولى من الأمثلة: حمامة، نخلة، طبيبة، باخرة. لاحظ عزيزي التلميذ كيف كتبت التاء في هذه الكلمات. إذن كتبت التاء في هذه الكلمات مربوطة. لماذا يا ترى كتبت مربوطة؟ فلنبدأ الدرس الآن ونحلل شيئا فشيئا. ما نوع هذه الكلمات؟ إذن حمامة، نحلة، طبيبة، باخرة. إذن هذه الكلمات هي عبارة عن أسماء. هذه الكلمات عبارة عن أسماء. الآن ما نوع هذه الكلمات من حيث العدد؟ ما نوع هذه الكلمات من حيث العدد؟ يعني هل هي مفرد ولا مثنى أو جمع؟ إذن هذه الكلمات هي عبارة عن أسماء مفردة. حمامة تدل على حمامة واحدة، نخلة واحدة، طبيبة واحدة، وباخرة واحدة. إذن هذه الأسماء كلها مفردة، كلها مفردة. الآن ما نوع هذه الكلمات من حيث الجنس؟ يعني هل هي مفرد هل هي مذكر أم مؤنث؟ هل هي مذكرة أم مؤنثة؟ حمامة أنثى مؤنثة، إذن نخلة مؤنث أيضا، طبيبة كذلك مؤنث، وباخرة مؤنث. إذن كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن اسم. إذن قلنا حمامة اسم، ونخلة اسم، وطبيبة اسم، وباخرة اسم. نعم، وأيضا إذن هذه الكلمات قلنا هي عبارة عن، لاحظ جيدا، هي عبارة عن أسماء مفردة. كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن اسم مفرد، هي عبارة عن اسم مفرد. نضيف أيضا إذن ومؤنثة أيضا. إذن كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن اسم مفرد مؤنث. حمامة مثلا هي اسم وهي مفرد، يعني تدل على حمامة واحدة، ومؤنث وليست مذكر، هي مؤنثة. إذن كيف أو متى تكتب التاء المربوطة؟ إذن تكتب التاء مربوطة في الاسم المفرد المؤنثي. تكتب التاء المربوطة في الاسم المفرد المؤنثي. إذن انتهينا من التاء المربوطة. ننتقل إلى المجموعة الثانية من الأمثلة. نلاحظ المجموعة الثانية عزيزي التلميذ: ذهبت، فتحت، نجحت، اجتهدت. نلاحظ أن هذه الكلمات هي عبارة عن أفعال: ذهبت، فتحت، نجحت، اجتهدت. هي عبارة عن أفعال. ونلاحظ أن التاء كتبت مفتوحة، كتبت مفتوحة. إذن متى تكتب التاء مفتوحة؟ تكتب التاء مفتوحة إذا اتصلت بفعل. إذن كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن فعل أو فعل ماضي.
كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن فعل ماض. ذهبت فعل ماض، فتحت فعل ماض، نجحت فعل ماضي، اجتهدت فعل ماضي أيضا. إذن ما التاء المفتوحة؟ تكتب التاء المفتوحة في أو تكتب التاء مفتوحة إذا اتصلت بفعل ماض، إذا اتصلت بفعل ماض. لاحظ القاعدة عزيزي التلميذ، تكتب التاء المفتوحة إذا اتصلت بفعل ماض، إذا اتصلت بفعل ماض. لاحظ الخلاصة جيدا عزيزي التلميذ. ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة من الأمثلة. زيت، لفت، بيت، حوت. إذن نلاحظ أن التاء كتبت مفتوحة في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي عبارة عن أسماء أيضا، عن أسماء أيضا وليست أفعال. قلنا تكتب التاء المفتوحة في الأفعال، وهذه ليست أفعال، ونلاحظ أن التاء تكتب مفتوحة. إذن كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن اسم. لاحظ جيدا عزيزي التلميذ، هي عبارة عن اسم. ثلاثي، يعني يتكون من ثلاثة أحرف، يتكون من ثلاثة أحرف، وزد على ذلك أنه ساكن أو ساكن الوسط. زي، لف، بي، حو. إذن هذه الأسماء ثلاثية وساكنة الوسط. إذن متى تكتب التاء المفتوحة أيضا؟ تكتب التاء المفتوحة في الاسم الثلاثي الساكن الوسط، اسم ثلاثي ساكن الوسط. إذن الآن عزيزي التلميذ ننتقل إلى القاعدة وإلى مجمل القول. القاعدة تقول تكتب التاء المفتوحة في الاسم المفرد المؤنث، تكتب التاء المربوطة في الاسم المفرد المؤنث، مثل تفاحة تاء مربوطة، شجرة تاء مربوطة، ساعة تاء مربوطة، نافذة تاء مربوطة. كل هذه الكلمات التي تشاهدها أو التي تشاهدها هي عبارة عن أسماء مفردة مؤنثة. ومتى تكتب التاء المفتوحة؟ تكتب التاء المفتوحة أولا إذا اتصلت بفعل ماض، إذا اتصلت بفعل ماض، مثل نامت، استيقظت. إذن هذه أفعال ماضية، إذن تكتب التاء المفتوحة إذا اتصلت بفعل ماض. وكذلك تكتب في الاسم الثلاثي الساكن الوسط. وإليك بعض الأمثلة: صوت، قوت، نحت. إذن هذه الأسماء كلها ثلاثية ساكنة الوسط. إذن نتمنى أن تكون عزيزي التلميذ قد فهمت كيف تكتب التاء المفتوحة والتاء المربوطة. وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.